بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد المقدم خالد بن سعود بن خالد الحليبي. إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن الفحم الحجري والنفط. النفط أن النباتات تتخمر عبر آلاف السنين وتتحول إلى مادة سوداء وهي الفحم الحجري والنفط، وهي أساس الحضارة الحديثة. وهذه العملية قد تحدث عنها القرآن، حيث أشار إلى وجود تحول للنبات إلى اللون الأسود في قوله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سورة الأعلى من آية 4 إلى 5. معنى كلمة غثاء أي مختلطا متراكما، معنى أحوى أي أسود، وهذا أفضل وصف للتحولات التي تخضع لها النباتات حتى تتحول إلى نفط أو فحم. صراحة ما نقول سبحان الله والله أعلم.